اوكي اللي هو ولا روحي؟ اللي هو اللي هو انا هو صديقي صديقتي اي عرفها سنوات 10 كان عندها مشاكل مع الزوجة نتاعها خلاص تخرب الزوجة نتاعها هو تونسي وانا جزائري تلاقينا في المهجر ومحبة في الله يعني سنوات عنده الله اعلم لما يحسب ما يحكي لي هو عنده مشاكل يعني في الاسره تاع الزوجه نتاعه الزوجه نتاعه كانت لاباس بها وخدامه وكذا جات الاخت نتاعها كانت تعطيها تصرف عليها اموال وفهمتني وهو مش عارف كي دارت عليه قبل الزفاف قال لي داروا لنا السحر ليله الزفاف ليله الزفاف سحر تفريق انه كان يعني كان تعطيل في الجماع وليلة الزفاف ويعني وسرعوا لهم واحد تزوجوا وقدر الله انه جابوا البنت الاولى وتوفات رحمه الله وزادوا جابوا يعني جابوا بنتين وولد عندهم ثلاثه ويعني في السنوات الاخيره يعني العلاقه بين هو والزوجه نتاعه تدهور يعني خرج من البيت وعاود ولا عاود خرج من البيت الزوجه نتاعه كانت مصابة يعني مريضة وفيها يعني الجام وهو حاول يرقيها مرارا تكرارا دها لتونس عند الرقاة تم في فرنسا صرف عليها أموال مشاكل اللي يطلع الجني وراك تعرف الجني يعني أنا المارد أنا منه ونطلقك فهمني مهم كيف ما كان الحال أنه طلقها منه طلاق يعني طلاق في المحكمة إداري هو خرج من البيت وكذا بيت آخر وصار له مشاكل مادية وفي العمل وتعطيه في كل شيء تعطيه تام وانتلاقيت به أنا كنت نتبع يعني الفيديوهات وهو كان يتبع لحق المال صح سيد نوصلوا والشيخ ما تحترمش ما تحترمش حزالي انت لي راك في ضيافة الشيخ شدك حزابة صافي ايش تبقى الشيء محق تام تعطيل تام قلت له في مكان انك يعني ترقيها يعني ارقي روحك انت بالديجا قلت له انا كتب لي انت مصاب قلت له انايا على حسب الفتات اللي انا عارفها هنايا واللي تبعتها يعني عند كيما يقولك لي ريفيرونس في الرقية كاين رقاد بزاف شفتو تتبع يوتيوب ويعني بدات يعني الرقية في يوتيوب بنادم ولا يتعلم باسكو الرقية علم الرقية يعني ما راهوش في الكتب يعني فهمتني كاين كتب يعني يكتسب اكثر ما يدرس مي ليكسبيريونس فيها عندها دور كبير وكي بدو انا نقول باللي كاين راقي يعني رقية توقيفية وكاين لي تكنيسيان سامحني نتكلم تفضل هضر على خاطرك قلت لك شيخ كنت نشوف عندي في المغرب كاين رقيان اللي نهتمهم وابوني معاهم كاين تا الشيخ محمد وكيل حفظه الله وكاين شيخ واحد اخر اللي هو الشيخ نعيم ربيع نتابعهم ابوني فيهم وتعلمت عليهم خديت عليهم يعني بزاف سوالف في المرقية اللي انا ما كان والو بصح لو مينيموم هذاك تقدر تشوف تعرف وتوصل يعني تكتشف اشياء قلت له راك مصاب وبدا ترقي روحه هو كيدي الزوجه تاعه تسرع ولا يجيب الراقي تسرع وهو ما يصلاش راه هو يقول له ما عنده والو ما يحس بوالو ما كانش مشي جوست اون بدا يهتم بروحك لا قبل روحك ومن بعد نشوف الزوجه نتاعك بدا يرقي رقينا عند واحد الراقي بدات كرشه تتحرك هي تسير العين الكرش نتاعها تتحرك يعني فيه يعني قرينه للاصابه والله اعلم من ثم بدا يرقي في تونس يعني كذا وين المس اللي فيه والعارض يطلع وما يتكلمش
ما يتكلمش. القوة يضرب لي أنه فيه قوة وما يتكلمش، يعني بعينيه بسنيه زي سنيه وما يتكلمش، وبالضغط والبطن والتأديب ما يتكلمش. مرة واحدة اللي يعني بكل شتى الوسائل ما بغاش يتكلم، مرة واحدة تكلم عند راقي من ضغطنا عليه، تكلم قال أنا مسلم وراني نساعده أخرج. قال لك لا أنا راني أنا نكوفري عليه، أنا راني نكوفري عليه وأنا ندي الله وأنا فهمني. قلت له أنت تكوفري عليه، كوفري على روحك، كوفري على راسك، اتق الله في نفسك. الراقي قال لها أخرج. قال لك لا تمتم ولا حاجة فهمني، بغا يهمنا باللي راه كاين زوج، كاين كبيرهم وأنا الدوزيام، أنا مسلم. هو خداع، مكر وخداع. قلت له لازم لك، قلت له لازم لك المختص، قلت له الحالة نتاعك لازم لها المختصين، المختصين يعني الصفوة في الميدان، لازم نشفوا لهم ولا نشوفوا كيف، لازم يكون حل بإذن الله. حاول يتصل بالشيخ نعيم، ومن بعد اتصل بيه، هو راه يقول لك اتصل بيه بالشيخ وشيخ، اتصل بالشيخ، اتصل بيك شيخ. وقدر الله اننا اخذنا، والبارح كتب لنا الله عز وجل باش نجيو للمغرب، ورجعوا من الطياره للمركز بالفاليزات. وصلنا، الله اكبر، وصلنا كان لاباس عليه. حنا دخلنا للمركز، لقينا الاخ نتاعك وليد، لقينا الاخ عبد اللطيف، بدا عبد اللطيف ووليد يرقيو. صعدت ولات تتكلم، قال لي ما راهش يتكلم، قال لي غادي يولي يتكلم. بدا يتكلم ويراوى، بانت على حقيقتها انها عاشقه. بانت على حقيقتها، ما كان كبيرهم لا صغيرهم، كان عاشقة. حاولت توهمهم بلي هما راهم يعني بزاف عاشقة. تقوى قالت لأصحابهم بأعين، أعين تدخل في آيات العين في الرقية، هي وين ظهرت أعين حسد. يعني وأقرت، استعرفت تحت الضغط، ولات تتكلم وتقول لهم أنا يا مسلمة، ومرة أنا مسيح نصرانية، ومرة أنا شيطانة، يعني تتقلب. نعم مسلمة، مسلمة، مسلمة. واحد الساعة ونص، ساعة ونص تقريبا. السلام عليكم. كمل. بدأت تتقلب، وصلنا في نهاية الأمر أنها يعني بغت تظهر نوع من القوة وتستصغرهم، تستصغر الرقاط يعني في المكان، في المركز الآخر. قلت لهم ما تكلمش معاكم أنتم، تكلم مع الشيخ، جيبوا لي الشيخ حاليا. تشرط عليهم جيبوا لي الشيخ وانا ما اتكلمش معاكم انتوما، وانتوما يعني هما قاموا بالواجب، ضيفوها يعني ما شاء الله، اللي ولت يعني تتكلم يعني خرجت مسرحه. وقلت لهم ما نهبطش، في نهايه الامر هبطت وشورت يعني في سياره الاجره للفندق، والحمد لله. واليوم اليوم دارت جات هنا دارت بغات دير المشكل في كي دخلت المركز يعني روحنا عند المركز الاخر وبعثونا، جابنا هو على كل حال بارك الله فيه سي وليد، جابنا لها المركز
يعني كي غي دخلت هنا تزير غي دخلت هنا طلعت انصرع وبدات تتكلم وانايا وخليني نخرج نشم الهواء وخليني كذا وندور منا ونروحوا ناكلوا حاجه ونشربوا قهوه يعني نستنوا الشيخ الشيخ راه مضيفنا. ولات قالت باللي ولات تقصح شويه قالت باللي انا داخله بسحر عندها 50 ام تي بسحر استغفر الله كنقول بسحر وحسن. ولات تقول باللي انا يا داخله منذ الولاده قبل الولاده مورث سحر مورث. ولات يعني ولات طلعت انا في المركز في واحد من جبوس الاخ هنايا اللي كان يعني كلم وليد شيخ وليد وجا في الحين يعني جا في الحين من المركز انتقل لهذا المركز رجلها قام بالوجه دخلها ديريكت من الاستعجالات وين ولت اي مكان توشي فيها تقول لك اي 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 تما تكالمت شويه كذا تكالمت وخطره خطره تقول لك يا ودي كذا قلت لك راني عارفه بلي النهايه نتاعي هي اليوم العشق الحب نتاعي نحبها نموت ما نسلمش فيه وفلانة دارت سحر وفلان خلينا المشاكل قلت لها حنا نستنوا الشيخ قالت لك نستنوا الشيخ اللي جيت انت الشيخ وبارك الله فيك وفيك اجي الجلسة هنا اجي نوضي قومها قومها نحط الجلسة نوضي هاي قومها وصف الجلسة قلت لك بغيت تكلم اياك يلا تفضل خذي راحتك هضري عبري كيف بغيتي ولكن ديري بحساب ان هاد اللحظه اللي قلت لك هضري فيها ما غاديش تكرر كتجي غير مره واحده كتكون في الاول وكتكون في التالي ولكن ما بين الاول والتالي كتكون واحد المرحله صعبه صافي يلا خذي راحتك وهضري نظرا لانك بغيتي تتكلمي وبغيتي تعبري على المشاكل اللي عندك ولا ما نعرف ولا الظرف اللي راكي فيه انا ماشي عارف السبب ولكن خذي راحتك وهضري لعلنا نصل الى الحل رب العالمين يوفقك قولك حل وسط حل سليم يعود عليك بالنفع يلا تفضلي بس ما تضيعش الوقت الوقت من ذهب اغلى شيء في الدنيا هو الوقت. انا معك اخ محمد كتسمعني انا نسمع فيك وانا حاضر عندك شيء ما تضيف على هذا الكلام اللي قال الاخ اللي قال الاخ ما حاجه تقليا نزيدها خطر الراس نسمع فيكم حاسس كل شيء لكن ما عنديش قدره التصرف على نفسيتي من ناحية إضافة في الآخر ثم إضافات كبيرة مبا اللي قال الأخ أنا ما فيه كفاية من ناحية التعطيل وهذه 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 وخاصة في الساقين وخاصة وأنا في الراس ما عنديش تحكم تتحكمش في عقلك لكن نكون هنا تحكمش خارجيا واحد ميلا هنا فدخلت نجي من غير إرادة نبغي نجاوبك ما نجيبش نجاوبك باش نعرفها لك فهمت يعني انت اللي بغيت تجاوبني ما تخليكش هي تجاوبني اي كتعجزك على الجواب تحس بها كتشيك العقل ديالك النظر نقص بصفة كبيرة ياسر في ظرف سنة النظر نقص شيء عجيب جدا اتخاذ قرارات معنا بسرعة كيف يعني اتخاذ قرارات بسرعة طلقت بسرعة سما 18 سنة عندي 19 سنة عرس 18 سنة يعتبر مطلق يعني نتقابلوا مرة في 3 شهور أنا والمرة إلى غير ذلك أنا من المصائب يوم هي في حالة جنون يعني صارت قيام لك بعد ما ثبت أن أنا وعيد السحر يعني السحر قتل أو سحر الجنون لها هي ولي أنا في نفس الوقت
هذا ما زوج موجودين يعني من غير التعطيلات والمصائب والمشاكل كسر الأسرة يعني عندي بنت عندي أنا الأولاد الآخرين جهة أخرى يعني هذه مصيبة كبيرة على طول السنة معنا الأصابة يعني نقول إحنا كي من الحساسية نوع من الحساسية ثم رقيات اللي عندي أكثر من سنة وأنا مدوم أنا يوميا على الرقية اللي قاعدة تهبط على الواتساب من عندك يعني ثم نوعية من الرقيات اللي نتأثر بهم أكثر من رقيات أخرى كيف مثلا نحطهم أنا في الفابوري ونرجع لهم ونرجع لهم وخربيتو فهمت نقول روحني بين العين نتاع القارو نتاع عشق عند الاخ وليد تبين كل شيء وتو نحكي معاك نحس في حاجه فهمت انا حاجه صغيره ولكن نحكي معاك بكامل قوايا العقليه نجم نقول هيك لكن نحس معناها ثم رعشه وجع في المعده على طول السنه الى غير ذلك من المصائب اللي هبتت والحمد لله اليوم باش وصلنا لهنا والحمد لله فهمت الله بفضل الله يعني كنا نحكوا لك عن مشاكل والمصاعب باش وصلنا لهنا يعني شيء لا يصدق كوارد صارت هذه الثلاث ايام هذه وصلنا لهنا اللي قررنا باش نجوا عندك يعني قال واحد قريب يخسر عمره باش وصلنا المدينة وجدة وباش وصلنا لعندك نخليك دابا راكم في اوتيل اش حراكم قاعدين هنا في وجدة جالسين هنا في وجدة احنا جينا خدينا لالي وخدينا شروتو جيد خدينا شروتو مزيان صح وكاين جماعة تاني فاميليا غير ريقلوه ان شاء الله لنهضروا الحاضر لنهضروا الحاضر ان شاء الله اخ محمد جيت عندي كلمة الأخ هذا يعني من بين الحالات أرقينا وأرقينا وأرقينا والفضل لله سبحانه وتعالى هل تدري الحالة تاعي؟ لا سامحني سامحني الحالة تاعي خليها من بالنا وقولها من قولها من غدا ولا بعد غدا ولا كاين مشكل شيخ ما نبدلوش الموضوع تفضل تفضل زيد يعني اسألني جوابك يعني من كثرة التراكمات ما عادش نجم نبدلك أنا من كثرة رضيت بالحال تخصك جلسة هي باش تحضر معاه خص وجل السؤال واخ خير ان شاء الله اسمعني امين اول نقطة كاين اعتداءات جنسية في الليل احتلامات وجود هذوك هم اعتداءات جنسية في الليل لزمن المضى انا نرى الوقت الحالي نساء تضاجعك في الليل في الاحلام شيخ عنده اكثر من سنة وين فطم ولا مواظب على الزيت فهمتك وكما كان يقول لك قال لك الفيديو اللي يطلع اللي دايره فابوري نسمع هنا ويرقد به وكي يكمل العمل يروح للدار كاسك وراه يسمع في الرقية رقية يعني هو بنفسه هلكها ضعف شي هلكها ضعف فهمتني وراه تدعي يعني تدعي والبارح يعني الضيافة اللي كانت عند الشيخ وكيل الأخليم وليد يعني عاونتها هي بذاتها تعاونت حست روحها يعني مرتاحة ارتاحت يعني ما شاء الله كي جات هنا بغات تعاود الحقها دار لها جا هنا عاود ثاني كمل لها الديسير سامحني يا شيخة لا ما في مشكلة طب أنا بغيت قبل ما نبدي بغيت نتكلم معك أنت مفهوم حتى أقيم عليك الحجة وتكون مقدمة على الذوق اللي بغيت أنت واضح وسيكون العرض على الذوق اللي بغيت أنا والختام على الذوق الذي أراد الله وكل شيء بيد الله بطبيعة الحال في قضاء الله وحكم الله وتحت مشيئتي وأمل الله ولكن احنا بغينا نسمع منك أنت وش راكي باغية حاليا غادي انا نبقى نطرح لك اسئله نقول لك تكلمي وانت قاده تكلمي بصح حاليا ما بغيتيش تكلمي بصح مجرد انني نبدا ما نعطيكش فرصه باش تكلم واضح ونردك وما نعطيكش فرصه باش تكلمي ونردك وما نعطيكش فرصه باش تكلمي حتى انت تبقاي تسعي باش تكلمي وما نعطيكش فرصه باش تكلمي فانا الان في هذه اللحظه كننصحك
كنقول لك الا عندك شي حاجه باغي تقوليها راه هاد الفرصه غادي تكون في البدايه وغادي تكرر حتى للنهايه واضحه فيعني الا بغيتي تقولي شي حاجه قولي هذا حيت راه كي غادي نبديو راه ما غاديش نعطيك فرصه ما كاينش فرصه واضح احتمال ضئيل انها تكون عندك فرصه يعني الا عندك شي ما تقولي راكي باغي شي حل باغي شي عندك شي طريق شي سبيل فكره باغي تطرحيها موضوع بصح بعيدا عن الكذب والتملق واللف والدوران واضح هذه هي النصيحه لوجهي هذه فرصه لن تتكرر تكرر في البدايه وفي النهايه فقط واش اظهر لك واش اظهر لك هلا سيري قسي بسم الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أجرني الله وإياكم منها من حرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها آمين وآمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الضالين المضلين الحمد لله رب العالمين هادي الإنس والجن إلى صراط سوي مستقيم الحمد لله رب العالمين باعث ومرسل الأنبياء والمرسلين للعالمين إنسا وجنا مبشرين محذرين ومنذرين الحمد لله رب العالمين له الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء إله ورب الأرض والسماء عالم السر والجهر والخفاء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء له الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء لا إله إلا هو يسمع دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء تحت الصخرة المنساء لا يخفى على شريف علمه شيء في الأرض ولا في السماء لا إله إلا هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وفي البحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها لا إله إلا هو عالم السر والخفاء عالم الجهل والخفاء لا إله إلا هو يرى ما لا نرى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأجساد ولا في الأبدان ولا في الورى لا إله إلا هو كل هالك إلا وجهه كل يفلى ويبلى إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو
الأمر أمره والشأن شأنه والمشيئة مشيئته والقدر قدره. يعطي لمن يشاء وينزع ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. له الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء. لا إله إلا هو، كل هالك إلا وجهه، كل يفنى ويبلى إلا هو. لا إله إلا هو، الدوام له والمجد له والرفعة له والكبرياء له. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، من أطاعه فاز ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز، ومن عصاه ضل وزل وغوى وفي الظلمات هوى. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. الحمد لله الذي خلقنا جنا وإنسا والعبادة كلفنا وحذرنا وأنذرنا. لا إله إلا هو، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا، فلن تضروا الله شيئا. وعد الله حق، وعد الشيطان مخلوف، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار. لا إله إلا هو، حذرنا وأنذرنا وذكرنا ووعظنا وقال وقوله الحق. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. لا إله إلا هو، خلقنا من الشيطان، حذرنا وذكرنا ووعظنا بالقصص والعبر والآيات. لا إله إلا هو، اخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. لا إله إلا هو، خلقنا وذكرنا ووعظنا وقال وقوله الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق، فوعدتكم فأخلفتكم. وعد الله حق، ووعد الشيطان مخلوف، إن الدين عند الله الإسلام، ومدون الإسلام كفر وشرك وظلام وضلال. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، من أطاعه فاز ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز. إلى كل ظالم وظالمة، جعل الله بيننا وبينهم حجابا مستورا وسدا منيعا، إنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إلى كل ظالم وظالمة، إلى كل مستخف بالليل وسالم بالنهار، إلى كل مستخف بالنهار وسالم بالليل، إلى كل خادم سحر عمر الأبدان سنين طويلة، إلى كل خادم عين وحسد، إلى كل خادمة سحر أو عين أو حسد، إلى كل مندسة تستخفي وتختبي وتتوارى، إلى كل زانية تعلم أن الله جل وعلا حرم الزنا، إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، إلى كل من عرف الحق وأبى، إلى كل من عرف الحق وضل، إلى كل من عرف الحق واتبع طريق الشيطان وسبيل الشيطان ضرب الشيطان ونهج الشيطان، إلى كل من كرمه الله جل وعلا بالعقل، إلى كل من كرمه الله جل وعلا بالعقل، إلى من حباهم الله بالعقول والأذهان والألباب، يفكرون ويتدبرون. أسلموا لله جل وعلا تسلموا. نعظكم بكتاب إذا اتبعتموه شرح الله به صدوركم وأنار دروبكم. نعظكم بكتاب إذا أبيتم الإسلام والتوبة والعودة عذبكم. ليست له خدام، ليس سحرا، ليس طلسما ولا كتابا ولا حجابا. ليس له خدام من الجن يضربون وجوهكم وأدباركم. حروف حية كلام الله جل وعلا، يا إما لك وتنجيك، ويا إما عليك وتهلكك، تعذبك، تدمرك، تحطم حصونك وعرشك، تبطل سحرك. الحمد لله رب العالمين، والسلاح المتين هو كلامه جل في علاه، فإما مع الحق وإما مع الضلال، وما دون الإسلام كفر وشرك وظلام وضلال. أدعوكم إلى سبيل الله، أدعوكم إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أدعوكم إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، اقتفاء واقتداء بخطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال ربي جل وعلا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنزل القرآن هدى للعالمين إنسا وجنا. وندعوكم قبل العذاب لتعرفوا حقيقة الأمر: فمن أسلم سليم، فمن أسلم غنيم، فمن أسلم فاز، فمن أسلم نجا، فمن أسلم هدى الله حاله، غفر الله ذنبه، فمن أسلم لله سليم، وإن الدين عند الله الإسلام. بسم الله توكلنا على الله.
بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واعتصمنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واعتصمنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واعتصمنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واعتصمنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله أولا وآخرا بسم الله ظاهرا وباطنا بسم الله في كل حال وحين بسم الله في كل وقت وحين بسم الله بها بدنا على الظالمين بدنا بسم الله بها بدنا على الظالمين بدنا بسم الله بها بدنا على كل شيطان على كل شيطان على كل شيطان وشيطان على كل ظالم وظالم بسم الله بها بدنا بسم الله بها بدنا على كل جني عاشق بدنا بسم الله بها بدنا على كل جني بسحر عظيم وكلوها من قديم طلقت وفرقت بسم الله بها بدنا على كل جني بسم الله بها بدنا على كل جني طلقت وفرقت بسم الله بها بدنا على كل جنية وكلت بسحر قديم مأكول في البطن والأمعاء من سنين بسم الله بها بدنا على كل جنية على كل جنية على كل جنية عطلت المحبة بين الأزواج بسم الله بها بدنا على كل جنية عطلت المودة بين الأزواج بسم الله بها بدنا قتلت الحب في قلبه قتلت المحبة في قلبه قتلت المودة في قلبه بسم الله بها بدنا على كل جنية على كل عاشق قد شغفها حبا 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 أحبته لنفسه بسم الله بسم الله نبدأ على كل جنية ثعبان حي أفعى حي بسم الله بها نبدأ على كل جنية على كل جنية قد شرفها حبا بسم الله بها نبدأ على كل جنية المحبة بين الأزواج عطلت المودة بين الأزواج عطلت الألفة بين الأزواج عطلت المودة
المحبة بين الأزواج، عطأت المودة بين الأزواج، فرقت وطلقت عاشق بلعن والحسد حسد، على المحبة بين المرأة وزوجها حسد حسد، على الرزق والمال حسد حسد، على العمل والمال حسد حسد، على الصحة والمال حسد، تقل كل عين وحسد، شرفت بها جني قدرتها جني تقوت بها جني، فرقت الأزواج فرقت وطلقت فرقت وطلقت فرقت وطلقت فرقت وطلقت فرقت وطلقت فرقت وطلقت، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، مأكول في البطن من الأقارب من سنين، مأكول في الأمعاء من الأقارب من سنين، مأكول في البطن من الأمعاء في الأمعاء من سنين، في الأمعاء من سنين، في البطن من سنين، يبطل كل سحر أسود مأكول، أسود مأكول، فرق مأكول، طلق مأكول، بعد القلوب والأجساد، بعد في الفراش بين الأزواج، طلق وفرق، طلق وفرق، طلق وفرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، السحر هذا مأكول في البطن، السحر هذا في الأمعاء والبطن، السحر هذا دس في طعام، السحر هذا رش في طعام، السحر هذا 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 السحر هذا، ولا يفلح الساحرون، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، السحر هذا وتشهد أرجلهم، وتشهد أرجلهم، وتشهد أرجلهم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق
أنطق كل شيء. قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطق الله. قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد بعثنا فيهم منذرين. ولقد بعثنا فيهم منذرين. ولقد بعثنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
أما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فقطع أمعاءهم
تقطع أمعاؤهم 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 تقطع إنما يأكلون في بطونهم نار 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 وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار إلا النار إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبأمر الله تخرج حرارة العين والحسد بسم الله وبأمر الله تبطل حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله وبأمر الله تخرج حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله
وبأمل الله تخرج حرارة العين والحسد. بسم الله وبأمل الله تقبل حرارة العين والحسد. بسم الله وبأمل الله تخرج حرارة العين والحسد من البطن والأمعاء والرأس والجسد. تخرج حرارة العين والحسد أخلاق العين والحسد. حرارة العين والحسد أخلاق العين والحسد من البطن والأمعاء والروح والجسد من الدماغ والعقل والجسد. تخرج حرارة العين والحسد تخرج حرارة العين والحسد تخرج حرارة العين والحسد من البطن والأمعاء والجسد. تخرج حرارة العين والحسد تخرج نظرة العين والحسد حر العين والحسد نظرة العين والحسد قوة العين والحسد حرارة العين والحسد نظرة العين والحسد. بسم الله تخرج حرارة العين والحسد من الدم والعروق والجسد من العظام والمفاصل والجسد. بسم الله بسم الله تخرج حرارة العين والحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نظرة العين والحسد حرارة العين والحسد قدر العين والحسد قوة العين والحسد. اللهم اخرج حر كل عين وأبطل حر كل عين وأذهب حر كل عين وأزل أذى وضرر وضر كل عين. اللهم اخرج حر كل عين وأطفئ حر كل عين وأبطل حر كل عين وأزل أذى وضرر كل عين. اللهم اطفئ حر كل عين اللهم أبرد حر كل عين وأزل أذى وضرر كل عين. اللهم اطفئ حر كل عين وأبرد حر كل عين وأزل أذى وضرر كل عين. اللهم اطفئ حر كل عين وأبرد حر كل عين وأزل أذى وضرر كل عين. اللهم اطفئ حر كل عين وأبرد حر كل عين وأزل أذى وضرر كل عين. اللهم اخرج حر كل عين وحسد من البطن والرأس والجسد من الروح والجسد من العقل والجسد من القلب والجسد من الدم والعروق. تخرج أخلاق العين والحسد كل عبد وعضو وجزء وطرف في البدن والجسد. تخرج حرارة العين والحسد من العظام والمفاصل والجسد. تخرج حرارة العين والحسد من الصدر إذا يقض الصدر وقطعت الأنفاس وقطعت الأنفاس وقطعت الأنفاس قطعت الأنفاس. تخرج حرارة العين والحسد تخرج حرارة العين والحسد تخرج حرارة العين والحسد. بسم الله تخرج حرارة العين القوية نظرة العين القوية من نفس الخبيثة من نفس الأقارب خبيثة من نفس الأهل خبيثة من نفس الجارات خبيثة من نفس الأصحاب خبيثة من نفس الزملاء خبيثة من نفس الخبيثة في الرزق من نفس الخبيثة في المال من نفس الخبيثة في الزواج من نفس الخبيثة على صراح الأبناء من نفس الخبيثة تقول كل عين من نفس الخبيثة حرة خبيثة قوية خبيثة من نفس الخبيثة. نظرت وما ذكرت نظرت وما بررت نظرت وما خلق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله رزق ما شاء الله تبارك الله المال ما شاء الله تبارك الله الصحة ما شاء الله تبارك الله من الأهل القوية من الأقارب القوية من الجارات القوية من الأصحاب القوية عين القوية المحبة بين الأزواج القوية. تراكمت وفرقت وطلقت وعذبت والحب سحقت ونحقت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين كل نظرات فدارات تبطل كل عين. وما بركت وما ذكرت وما قالت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبطل كل عين كل عين عين تبطل كل عين عين وحسد عين وحسد عين وحسد الرزق حسد في المال حسد في الصحة حسد حسد على الأبناء حسد على صلاحهم حسد على المحبة بين الأزواج حسد حسد تقل كل عين وحسد تقل كل عين وحسد حسد تقل كل عين وحسد 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 تقل كل عين وحسد. اللهم اطفئ حظها اللهم ابرد حظها اللهم اطفئ حظها اللهم ابرد حظها اللهم اخرج حظها اللهم اخرج حظها من العقل اخرج حظها من الافكار اخرج حظها من الدماغ اخرج حظها من الاعين من الاعين من الاعين من الاعين من الاعين. اللهم اخرج حظها كل عين نظرت في جمال الاعين اضعفت النظر
والنظر كل عين أصابت وعمرت والنظر أضعفت والنظر أضعفت عليها جنية خدمتها جنية يا جنية 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 أضعفت فيها النظر جنية ولم أخذ بصرها كما أضعفت نظرها أخذت بصرها ولم أخذ بصرها ولم أخذ بصرها ولم أخذ بصرها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يخطف أبصاره يخطف أبصاره يخطف أبصاره يكاد البق يخطف أبصاره لما ظالم ما شوف فيه إذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ذهب بسمعهم وأبصارهم 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 لما أحرق ناظريها لما أحرق عينيها لما خذ بصرها وقطع لسانها لما عليك بكل عاشق حية ثعبان حية جنية حية لما أحرق كل حية لما أحرق عين كل حية جنية حية 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 اللهم عليك بكل حية احرق كل حية خذ بصرنا اللهم خذ نظرنا ثعبان نقدر المفاهيم كاملة نقلبها لك هذه ماشي ما كنت ما حسبهاش القير كان تيسلي بالقير لا الباني كان تيسلي مازال ما درت القير ان شاء الله احنا غير كان تشوفوا باش نعرفوا كي واش صحيحة واش صحيحة مرة تعبانة ومرة كلبة تقول ذيلي قطعوا لي ذيلي قولي ذيلي هي تي هي تي هي تي كلبة وعضاتها خاصك تصبري باقي ما تمحلي باقي ما تكرفسي باقي ما تتخين باقي الوقت الأيام بيننا الأيام بيننا والرب الحكم العزيز واو 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله تمتي لبالي كنت قومي الليل هنا بالبقرة والعمرة هذا يفوت عليك الصلاة شيء من الصلاة لأن صلاة رب لا يعدله صلاة ولا يشبهه صلاة اللهم انجينا من حر نارك من عذاب نارك من ألم نارك من ظلام نارك من الخلد في نارك اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء واغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعزنا ولا تعز علينا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن اللهم يا رب لنا معينا وظهيرا اللهم ارحمنا برحمتك واهدنا بهدايتك اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغفرنا بمغفرتك اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وتوب علينا انسا وجنا اللهم من تاب منا فتوب عليه ومن ابى وانت تعلم سره فعليك به اللهم من ابى وانت تعلم سره ما يخفي وما يبدي اللهم عليك به اللهم ان كنت تعلم انها في طريق الكفر والشر والظلم مرضيه فعجل بهلاكها وإن كنت تعلم أنها إليك عائدة وراجعة وتائبة وأنت تعلم سر قلبها يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فعجل بتوبتها واغفر لها وإن كنت تعلم أنها في طريق الكفر والظلم والشر ماضية اللهم عجل بموتها اللهم عجل بهلاكها اللهم خذ قوتها اللهم انسف جسدها اللهم مزقها كل ممزق اللهم وقطع جلدها وأحشاءها وأمعاءها وجل وأظهر وأبطل وافضح سرها وسحرها اللهم عليك بها ومن أرسلها اللهم عليك بها سامية سامية اللهم
عليك بها وبمن أرسلها. اللهم عليك بها وبمن قيدها بهذا البدن وأدخلها لهذا البدن وأكلها بسحر فرقت به وطلقت. اللهم خذ شهوتها وأحرق اللهم يا رب عورتها. اللهم أحرق عورتها. اللهم من حرمت الزنا أحرق عورتها. اللهم أحرق عورتها. اللهم أحرق عورتها. اللهم اذكر عورتها. اللهم مزق عورتها. اللهم انزع منها شهوتها. اللهم احرق عورتها وانزع شهوتها. اللهم اجعلها اذا قامت تتألم واذا قعدت تتألم. اللهم انزل عليها حر صلاته عليها ناره. اللهم انزل عليها حر عبادته عليها ناره. اللهم انزل عليها حر صدقته عليها ناره. اللهم انزل عليها حر وضوئه وطهارته عليه ناره. عليها ناره. نار النار نار لا برد ولا سلام. اللهم انزل عليها حروف كتابك العظيم الكريم القدير الجليل حرا وسعيرا وألما ونارا. اللهم اجعل حروف كتابك تسري في أسماعها في دمها في جسدها في عقلها. اللهم عليك بها ومن أرسلها. اللهم سلط عليها الجنون والهبل. اللهم سلط عليها الأمراض والأسقام. اللهم أضعف قوتها وخذ قوتها يا واسع المغفرة يا مجيب الدعاء يا رافع البلاء يا من تسمع وترى لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأجساد ولا في الورق. اللهم يا من تراها وترى مكانها وترى موقعها ومستقرها. اللهم دمر حصنها وفجر حصنها وحل عقدها وفك عقدها وأطل سحرها وأخرج حر كل عين خدمتها. لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما لا ابتداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. ربي ما كان مصابين في منك وحدك كان خطأين أو سهلين أو فلان أو نسيان فمن يسلم الشيطان. الله رسوله وبراءه. الله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين.